بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي أدي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي مثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعد شكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي، وكذلك أشكر الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمدينة الرياض حرسها الله. وهذا اليوم واليوم 11 من الشهر الخامس من عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نكمل الدرس في التفسير. وقفت عند سورة الناس، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة مدنية، وقيل مكية، والصحيح أنها مدنية، وهي 6 آيات و20 كلمة و79 حرفا. وإذا كانت 79 حرفا وضربت كل حرف في 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كم يصبح لك من الأجر والثواب؟ وهذه السورة، سورة الناس، لها أكثر من اسم، فمن أسمائها سورة الناس، ومن أسمائها سورة قل أعوذ برب الناس كما سماها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومن أسمائها الاجتهادية سورة المشقشقتين وسورة المقشقشتين، هي وسورة الفلق كما ذكر ذلك أهل العلم في كتب التفسير. يقول سبحانه: وهذه السورة، يقول فيها ابن حزم رحمه الله تعالى: سورة الناس كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وهذه السورة من فضلها أنها تقرأ أدبار الصلوات الخمس، وأيضا تقرأ في أوراد الصباح والمساء، وأيضا تقرأ على الشخص إذا كان مريض، تعبان مريض، يقرأ على نفسه من ضمن السور سورة الناس. وكذلك إذا أوى إلى فراشه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه يبسط كفيه بهذه الطريقة ويقرأ فيهما الفلق والناس والصمد قل هو الله الإخلاص 3 مرات، وينفث في كفيه ثم يمسح ما استطاع من جسده كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قل أعوذ برب الناس، قل هذه اللفظة فعل أمر مبني على السكون، وهي على وزن فل كما هو مقرر في علم الصرف. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل في القرآن أكثر من 200 موضع: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل يا الكافرون، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الأنفال، إلا في موضع واحد في طه أدخل حرف الفاء. قالوا لعل الفرق بين هذه المواضع بدون حرف الفاء وهذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن موضع، عن وضع الجبال يوم القيامة، لكنك إذا سئلت يا نبي الله فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، إلى آخر الآيات. قل أعوذ يعني أعتصم وأحتمي وألوذ وأستجير بربي. الرب هو الله، الرب عند العرب في اللغة العربية يطلق ويراد به المعبود. قال الشاعر العربي: أرب يبول الثعلبان براسه، يعني معبود يبول الثعلبان براسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يطلق الرب في اللغة العربية ويراد به المالك المتصرف، ويطلق ويراد به السيد، كما قال تعالى في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
الرب. والله سبحانه وتعالى كما قال العلامة السعدي في تفسيره: يربي عباده تربيتان، يربي عباده تربية عامة، مسلمهم وكافرهم، بأن يطعمهم ويسقيهم وغير ذلك، لكنه يربي عباده المؤمنين تربية خاصة. نسأل الله من فضله أنه يوفقهم للعبادة من قراءة القرآن وذكر لله وصلاة وسائر القربات. قل أعوذ برب الناس. الناس هذه اللفظة، قال العلماء الناس سموا بهذا الاسم إما لأن بعضهم يأنس ببعض فلا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده، أو من النوسة والحركة لأن بعضهم يتحرك إلى بعض، أو سموا بهذا الاسم من النسيان. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل أعوذ برب الناس. قال بعض العلماء إن الله لم يقل، ذكروا هذا، أن الله لم يقل قل أعوذ مثلا برب الخلق أو برب مثلا الفلك الأفلاك أو برب يعني سائر المخلوقات، وإنما قيد قال الناس، مع أنه هو رب كل شيء سبحانه وتعالى وخالق كل شيء، للتشريف، لتشريف الناس كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ملك الناس أن الله يملك الناس، إله الناس يعني هو المألوه، هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، يقول: إن الله افتتح القرآن بالربوبية والألوهية والملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. واختتم القرآن بالربوبية والألوهية والملك، وذلك لعظمة هذه الصفات، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، فأنت تستجير وتعتصم وتحتمي وتلوذ بهذا الذي هو رب للناس وملك للناس وإله للناس، والمستعاذ منه شيء واحد، وذلك لخطورته على الدين والدنيا، وهو الوسواس. أما في سورة الفلق فإنك قلت: قل أعوذ برب الفلق، كما تقدم تفسيرها، والمقصود به على الصحيح من أقوال العلماء أن الفلق هو الصباح، والمستعاذ منه أربعة أشياء: من شر ما خلق على سبيل العموم، والغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد. قالوا: لعل الفرق في ذلك أن الوسواس خطير على الدين والدنيا، فاحتاج الإنسان أن يستعين بثلاثة أوصاف من أوصاف الله، وهو أنه رب للناس وملك للناس وإله للناس، من شر الوسواس الخناس. والوسواس في اللغة العربية يطلق، الكلمة أصلها وسوس، فالكلمة في فالواو مكررة مرتين والسين مكررة مرتين، لأن الشيطان يتردد على قلب العبد، هو جاثم على قلب العبد، فإذا العبد المسلم ذكر الله خنس الشيطان وغاب وهرب، وهذا من ضعفه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا ترك العبد ذكر الله رجع الشيطان يوسوس في قلبه. والوسواس عند العرب أصله مأخوذ من الحلي الذي تلبسه المرأة، فإذا مشت المرأة ضرب الحلي بعضه ببعض والذهب بعضه ببعض، فأحدث صوتا خفيا تطلق عليه العرب وسواس. ومن ذلك قول الأعشى في معلقته التي صدرها بقوله: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، إلى أن قال عن المرأة العربية التي إذا مشت بين الناس وهي تلبس الحلي ضرب الحلي بعضه ببعض فأحدث صوتا خفيا تطلق عليه العرب الوسواس، قال: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح
عشرق زجل تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرج زجل. وأصل والوسواس في الشريعة هو صوت خفي يلقيه الشيطان بخبث، لا بطيب وإنما بخبث، في قلب العبد، ويكون هذا الإلقاء بتكرار، ويكون هذا الإلقاء بتكرار، يوسوس له في الإله في الربوبية، وجود الله من عدم وجود الله، يوسوس له في ويشكك في النبي عليه الصلاة والسلام، ويشكك في القرآن، ويشكك في الوضوء، ويشكك في الصلاة، ويشككه في أنه طلق أو ما لم يطلق، يوسوس له في صدره. فإذا الشيطان وجد التربة الخصبة في قلب العبد وصدر العبد ووجد استجابة، فإنه ينمي هذا الوسواس. وأما إذا وجد أن العبد ينصرف عن هذه الأشياء فإنه يهرب لضعفه. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ضعف الشيطان كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخبر الله النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث أن الشيطان إذا أذن المؤذن ولا وله ضراط لا يريد أن يسمع التأذين، وذلك من ضعفه. ثم إذا انتهى الأذان رجع وبدأ يوسوس على العبد الذي يوسوس في صدور الناس. دلنا الله على وسوسته أنها تكون في الصدر، والحمد لله كما قال العلماء أنها لم تكن في القلب وإنما بالصدر، قريبا من ملك الأعضاء هو القلب، الذي صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وهو القلب، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والذي يمتهن وظيفة الوسوسة هو الإنس والجن. فالإنس هو جليس السوء، جليس السوء عندما يؤذن المؤذن يقول لك الوقت ما زال باقي، نصبر حتى يقيم، إذا أقام قال حتى تذهب الركعة، يبقى ركعة واحدة، لأن الصلاة الجماعة مثلا تدرك بركعة، أو يصرفك عن الصلاة، أو يصرفك بطرق شتى، ويوسوس في قلبك وصدرك، وهو وسواس الإنسي. ووسواس الجني الذي يلقي في صدرك بعض الشبهات والشهوات ويزينها لك. والعلماء يقولون إن وسواس الجني أسهل من وسواس الإنسي، لأن علاج وسواس الجني إذا استعذت بالله منه نجاك الله منه، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما وسواس الإنسي هو جليس السوء والصاحب ساحب، كيف يذهب عنك؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالذي يوسوس في قلوب الناس وفي صدور الناس هم الإنس والجن، وهكذا دواليك. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن علاج الوسوسة في من ابتلي بها أنه يلهو عنها، لا يستجيب لها، لأنه إذا استجاب لها ستدمر عليه حياته وتدمر عليه دينه الوسوسة. إذا استجاب للشيطان وقالت غسلت يدك أو لم تغسلها، سجدت أو لم تسجد، قرأت الفاتحة أو لم تقرأ الفاتحة، إذا استجاب للشيطان فإن الشيطان سيطاع على رأسه. والشيطان ضعيف، لكنه مشكلة الشيطان أنه عنده خبرة بالبشرية، يستطيع يشم قلب كل شخص وينظر نقطة الضعف فيه، رجل أو امرأة، فإذا وجد نقطة الضعف في الإنسان في الوسواس مثلا، وسوس عليه في العقائد والشبهات، وسوس عليه بالطهارة والصلاة وغير ذلك، إذا استجاب واسترسل نمت هذه النبتة وأصبحت شيء كبير قد لا يستطيع الإنسان الخلاص منه. وهذا الوسواس. والشيطان والإنسان مع الوسواس يكون كالأسد مع الظبية، الأسد يلحق الظبية والظبية أسرع من الأسد، لكن ما الذي يجعل الظبية تمسك من الأسد؟ أنها تلتفت وتقول اقترب، لكن الظبية لو أنها وجهها إلى الأمام، فكذلك الشخص إذا كان وجهه إلى الأمام ولم يلتفت للوراء إلى الشيطان، غسلت يدك لم تغسلها، قرأت الفاتحة لم تقرأها، فإن هذا
يعني يصبح فريسة للشيطان. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.